السلام عليكم. قالت مصادر في الرئاسة إنه تم تشكيل لجنة ثلاثية سعودية يمنية إماراتية لرفع مستوى التنسيق وتحقيق الأهداف المشتركة لليمن والتحالف العربي. تأتي فكرة تشكيل هذه اللجنة بعد موجة تباين كبيرة حول وجود خلاف سياسي بين الإمارات والسعودية إثر قرار الرئيس هادي الأخير الذي أفضى إلى إقالة مسؤولين في الدولة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند خبر تشكيل اللجنة المشتركة لنناقشه في محورين: أبعاد ودلالات توقيت تشكيل هذه اللجنة، وما هي المهام التي ستندرج تحت مهام هذه اللجنة. إذن مشاهدينا، جدل كبير دار في الفترة السابقة حول العلاقات السعودية الإماراتية وحضورهما في ملف اليمن السياسي والعسكري. فبعد حالة وصفت بأكثر الحالات غموضا بين الجانبين، تعود التصريحات التي أصدرها كل من وزير الخارجية الإماراتي وأيضا وزير الدفاع السعودي لتتجاوز حالة الغموض وتوضح أن العلاقة بين الدولتين في أحسن حالاتها، وأن ما يتم الحديث عنه لا يغدو أكثر من كونه بعيدا عن عمق العلاقة. التصريحات التي أوضحت عكس ما كان يتم تداوله في الأوساط السياسية والتحليلية لم تمثل الفعل الجديد في المشهد، فقد كان الجديد هذه المرة تشكيل لجنة ثلاثية ستتولى الإشراف على المهام العسكرية والسياسية للتحالف العربي. مشاهدينا، سنتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لنبدأ النقاش مع ضيوفنا. بعد جدل طويل دار حول خلاف سعودي إماراتي قيل إن ملامحه زادت وضوحا بعيد قرار مثير للجدل أصدره الرئيس هادي تضمن إقالة اثنين من كبار المسؤولين، تعود التصريحات السعودية والإماراتية لتنفي ما كان دائرا. التصريحات التطمينية حول عدم وجود أي خلاف عادت لتحسين صورة التحالف بين الدولتين متجاوزة كما كبيرا من اللغط الذي تم تداوله في الفترات السابقة. وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان قال إن الحديث عن خلاف بين القوات السعودية والإماراتية في اليمن هو مجرد إشاعات، نافيا ما تردد عبر وسائل الإعلام عن وجود خلاف بين البلدين. سبق هذا التصريح تصريح وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش الذي قال إن الموقف السعودي الإماراتي حول اليمن صلب ومتماسك ويسعى إلى عودة الدولة واستقرارها. لم يكن الجديد حضور هذه التصريحات بقدر ما كان الأجد، وهو تشكيل لجنة تنسيق ثلاثية بين اليمن والسعودية والإمارات برئاسة اليمن. هذه اللجنة بحسب المعلومات الأولية تم تشكيلها لرفع مستوى التنسيق وتحقيق الأهداف المشتركة وإنهاء الحالة الانقلابية ممتدة الجغرافيا. اللجنة ستشمل أيضا ملف مكافحة الإرهاب والعمل على تطبيع الحياة في المحافظات التي تم تحريرها، وفيما يمضي المشهد إلى رفع مستوى التنسيق العملياتي في أوساط التحالف يذهب البعض إلى الحديث بأن هذه اللجنة قد تكبل عمل السلطة الشرعية، فيما يرى آخرون أن تشكيل اللجنة لن يمضي إلا في طريق احترام المعادلة الثنائية لكل من الشرعية والتحالف والعمل من أجل تحقيق هدف استعادة الدولة. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من الإمارات الباحث السياسي والأكاديمي الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور مساء الخير. دكتور هل تسمعني؟ أيوة أنا أسمعك، أنت تسمعني؟ نعم. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا. أهلا بك دكتور. يعني دكتور، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم الشرعية والسعودية وأيضا الإمارات، ما هي الأسباب التي أدت لتشكيل هذه اللجنة؟ مما لا جدال فيه أن الأوضاع الميدانية والأوضاع السياسية المتحركة في الساحة اليابانية كما هو الحال في الإقليم العربي بجملته تتطلب درجة عالية من التشاور والتكامل والتنسيق. ولا بد هنا أن نعترف بأن التباينات في وجهات النظر أمر طبيعي فيما يتعلق بكيفية إدارة هذه الملفات المعقدة، وهذه التباينات لا تنعكس فقط في إطار التحالف العربي في أفق ما، ولكن أيضا وبشكل خاص في إطار الشرعية اليمنية، أي أن هنالك تقديرات متعددة ورؤى متباينة، وهذه مسألة طبيعية في تقدير الشخصي لابد أن تستوعب وتفهم على هذا الأساس. لكن مثل هذا النوع من التنسيق المركزي إنجاز التعبير من شأنه أن يذلل الصعاب من جهة وأن يوحد الرؤية من جهة أخرى، علينا أن نفهم نحن أننا أمام معادلتين مركبتين. المعادلة السياسية مركبة بقدر كبير جدا من التفاصيل،
والمعادلة الميدانية أيضا معقدة بقدر كبير من التفاصيل. نعم. وهاتين المعادلتين تقتضيان عقلا جمعيا رائيا، وتقتضيان أيضا مبادرات إيجابية من قبل الشرعية اليمنية في الأفق المرتبط على وجه التحديد بالمناطق المحررة وتحسين الخدمات وتحريك الأمور بطريقة إيجابية في هذه المناطق. نعم. بمعنى آخر، لابد من تقديم موديل أو نموذج إيجابي في المناطق التي تخلصت من الانقلاب، بدلا من بقاء الأمور بطريقة متضببة أو بطريقة غير سوية لهذا القدر. نعم. أو ذاك. نعم. ولهذه الأسباب مجتمعة، أنا أعتقد أن هذا النوع من التنسيق التكاملي كان واردا في أفق ما، ولكنه الآن يتخذ طابع أكثر جذرية لجهة المأسسة ولجهة وضع كل الأطراف أمام المسؤوليات. نعم. والاستحقاقات الواجبة. نعم، لكن دكتور، يعني هل نستطيع أن نعتبرها حالة طبيعية، أم أنه يعني وجود هذه اللجنة في هذا التوقيت تحديدا يعني يدل على اختلاف الموقف ما بين السعودية والإمارات، على عكس التصريحات التي أدلها وزير الخارجية الإماراتي وأيضا وزير الدفاع محمد بن سلمان؟ علينا أن نتحدث عن أن اهتمام التحالف العربي بجملته واهتمام الشرعية اليمنية بجملتها هو اهتمام يصب في مجرى صد الانقلاب وفي مجرى استعادة الدولة المخطوفة. هذا هو الأمر الجوهري، ولا بد من التركيز على هذا الأمر الجوهري. البعد الآخر هو عبارة عن نوع من التسريبات في إطار البورصة السياسية التي تحاول أن 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 أن, أن تضخم من الوجهات النظر المتعددة أو زوايا النظر للمسائل بشكل متعدد. وقد قلت سلفا أن هذا أمر طبيعي إلى حد كبير جدا. علينا أن نفهم أننا أمام أزمة، والأزمة تعني تباين وتعدد وجهات النظر. نعم. وتعدد النظر من زوايا مختلفة لهذه الأزمة، ومن هنا لابد أن تتحول هذه التعددية إلى أمر حميد. ولكي تكون أمرا حميدا لابد أن يكون هنالك تنسيق، ولابد أيضا من الاعتراف بالميزان النسبي لكل طرف من الأطراف. نعم. وهذه الأمور تعني في نهاية المطاف أن علينا أن نركز تماما على أهمية تطويع كل العوامل والعناصر من أجل السير قدما إلى الأمام باتجاه تخليص الدولة من الخطف. نعم، لكن باعتقادك دكتور، إذا ما تحدثنا عن طبيعة أداء هذه اللجنة، يعني هل مثلا سينحصر دور هذه اللجنة في إطار حل المشكلات العالقة حاليا، يعني أم سيكون لها صلاحيات لتقرير كل ما يحدث في اليمن في القادم؟ يعني ما هي طبيعة عمل هذه اللجنة برأيك؟ لا 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 أحد يستطيع أن يستبق بتقديم رؤية فيما يتعلق بهذه المسألة. علينا أن نفهم أن هذه عتبة انطلاق متجددة إنجاز التعبير، هي تماما مثل عاصفة الحزم في أفق ما ومثل إعادة الأمل. نعم. ولكن في نهاية المطاف المرئيات تتبلور بناء على التشاور، والمرئيات تتبلور بناء على الأولويات، ولا أحد يستطيع بحال من الأحوال حتى الذين هم منخرطين في إطار هذا البعد الهيكلي. نعم. لا يستطيعون الآن أن يقولوا ما هي الأولويات وما هي المسائل المطروحة. ولكن من حيث الأفق العام لابد من القول بأن التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية ولاستعادة الدولة اليمنية يتعاضد ويتكامل فيما يتعلق بالرؤية والحال، فإن على الشرعية اليمنية أيضا أن تكون في مثابة أن تكون طرف فاعل في هذه المعادلة. نعم، إذا دكتور أستسمحك بالبقاء معي وسأشرك معنا بالنقاش، سينضم إلينا من مسقط الباحث والمحلل السياسي عبد الله الغيلاني. سيد عبد الله، مساء الخير. مساء الخير، حياكم الله. يحلى، اهلا بك سيد عبد الله. يعني ما هي قراءتك لطبيعه تشكيل اللجنه الثلاثيه المشتركه؟ يعني ما هي دلالات توقيت تشكيل هذه اللجنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الدلالات لا تكمن فقط في التوقيت، وانما تكمن في الموضوع ذاته. نعم. نحن في حقيقه الامر ان اردنا ان نسمي الاشياء باسمائها وأن نضع النقاط على الحروف كما يقال. نعم. نحن أمام أزمة حقيقية. المعادلة الآن كالتالي: هناك إشكال في العلاقة الإماراتية السعودية، وهناك إشكال في العلاقة اليمنية الإماراتية. أما فيما يتصل بالعلاقة السعودية الإماراتية فالإشكال إشكال تكتيكي، هناك خلاف حول قضايا إجرائية، قضايا جزئية، قضايا ثانوية فيما يتصل بإدارة المعارك، فيما يتصل بإدارة المناطق المحررة، فيما يتصل بتحديد الأولويات. فهذا يعني هذا النوع من الخلاف يندرج في إطار الخلاف التكتيكي الطبيعي المتوقع جدا، ولا إشكال في ذلك. نعم. الإشكال هو في المعادلة الأخرى، العلاقة الإماراتية اليمنية. نحن أمام
توتر من نوع استراتيجي. لا شك أن هناك افتراق كبير بينما تراه الإمارات فيما يتصل بإدارة الأزمة اليمنية والنظر إلى الخارطة السياسية والفكرية في اليمن. نعم. ألو تسمعني؟ أسمعك أسمعك. نعم أكمل. نعم كنت أتحدث عن الشق الآخر من المعادلة وهو العلاقة اليمنية الإماراتية. هناك إشكال حقيقي. ما طبيعة الخلاف بتقييمك؟ ما طبيعة الخلاف اليمني الإماراتي كما وصفت؟ نعم الخلاف أنا في تقديري هو ليس مع الرئيس هادي. نعم. الرئيس هادي رجل مطواع، رجل يسير في ركب التحالف، رجل له مصالح، يعني يقود دولة وهذه الدولة تحت الاحتلال، وبالتالي هو في يعني حاجة إلى أن يذعن بعض الشيء للحليف الإقليمي المتمثل في التحالف العربي. نعم. فالإشكال ليس مع الرئيس هادي وليس مع يعني مجموعة الرئيس هادي. نعم. الإشكال أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنطلق من منطلقات معينة فيما يتصل بسياسة الخارجية، هذه المنطلقات تصطدم مع معطيات على الأرض اليمنية وليس مع قناعات وإرادة هادي. يعني هادي ما عنده إشكال في التعامل مع الإمارات وفي استيعاب يعني الأهداف الاستراتيجية للإمارات اليمن، ولكن المنطلقات الفكرية المنطلقات الاستراتيجية التي تنطلق منها دولة الإمارات ليس فيما يتعلق بالأزمة اليمنية وإنما في السياسة الخارجية الإماراتية بشكل عام. فهناك جملة من المحددات الكلية والمقاصد الاستراتيجية التي تحكم مسارات السياسة الخارجية الإماراتية، من هذه المحددات الكلية تعاطي الإمارات مع القوى الإسلامية في المجمل ومع ممثل هذه القوى على الساحل اليمني. نحن نعلم أن التجمع اليمني للإصلاح يعني امتداد للمدرسة الإخوانية. دولة الإمارات عندها موقف من هذا التوجه الفكري. لا يمكن الآن، هذا هو الإشكال، أن قوة سياسية وفكرية واجتماعية بحجم الإصلاح لا يستطيع الرئيس هادي حتى وإن أراد لا يستطيع إزالتها، لا يستطيع إضعافها، لا يستطيع تفكيكها. هي رقم صعب في المعادلة الوطنية والمعادلة السياسية اليمنية. دولة الإمارات ترمي إلى تفكيك هذه القوة إذا شرع الرئيس هادي في هذه المسألة، فإن لذلك انعكاسات على الأداء العسكري وعلى الأداء السياسي، يعني الشرعية وحلفاء الشرعية في هذه اللحظة من التاريخ ليسوا في حاجة إلى مزيد من الإشكالات. إذا نحن أمام معضلة حقيقية. الآن اللجنة عندما أعلن عن تشكيلها قيل بأنها سوف تطلع بإدارة المناطق المحررة باحتواء الإشكالات المتصلة بالقضايا المعيشية لآخره. أنا أظن يعني هذا الخطاب أو هذا الإعلان غير دقيق. اللجنة شكلت من أجل قضية مركزية، هذه القضية المركزية هي تطويق الخلاف الإماراتي اليمني الذي ينعكس بطبيعته أيضا على السعودية، لأن السعودية هي المرجعية العليا لكل هذه الأطراف ولا تستطيع أن تضرب صفحا عن هذه الخلافات. إذا اللجنة، يعني التساؤل هنا، هل هذه اللجنة هي مهام تكتيكية، مهام إجرائية، أم أنها مهمة مركزية وهي الوقوف على طبيعة الخلاف من حيث يعني المكونات الفكريه والمكونات الاستراتيجيه لهذا الخلاف الاماراتي اليمني؟ نعم، يعني نفهم ان تشكيل اللجنه جاء بدرجه رئيسيه من اجل الخلاف اليمني الاماراتي وليس بدرجه رئيسيه الخلاف ما بين الموقف السعودي. نعم. والاماراتي. طبعا الخلاف الاماراتي السعودي كما قلت له شقان، الشق الاول هو الخلاف الطبيعي الذي يأتي في إطار الاختلاف وجهات النظر، التباينات الطبيعية بين الفرقاء وبين الحلفاء. الشق الثاني للخلاف الإماراتي السعودي هو انعكاس للخلاف الإماراتي اليمني. السعودية هي المرجعية العليا لكل هذه الأطراف، هي قائد هذا التحالف، وبالتالي ما يحدث من توترات بين الفرقاء في إطار هذا التحالف سينعكس قطعا على المرئيات السعودية، ولا تستطيع المملكة العربية السعودية يعني أن تصمت طويلا على خلاف بين طرفين رئيسيين في هذا التحالف وهما الحكومة الشرعية الممثلة في الرئيس هادي ودولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. طبعا المشكلة الأخرى أيضا، المشكلة الأخرى في هذا الإطار أن لا المملكة العربية السعودية ولا دولة الإمارات العربية المتحدة قادران على التخلص من الرئيس هادي. يعني إذا صنف هادي وحكومته بأنهم الآن يعني عقبة أمام يعني
ما تجمع أو ما يجمع التحالف إنجازه في اليمن فهما لا يستطيعان التخلص منه، لأن هذه هو مصدر شرعية. وهذا التدخل حدث بطلب نظريا على الأقل، هذا التدخل أو هذه الحملة العسكرية لمقارعة الحوثيين حدثت بطلب من الحكومة الشرعية وتحتاج هذا الغطاء الشرعية. يعني هنا الإشكال، لا الرئيس هادي قادر على الإذعان للمطالب الإماراتية بالدخول في صراع مع الإصلاح، ولا أيضا التحالف العربي يستطيع التخلص من هذه، لأن هذه هو مصدر الشرعية التي يحتاجها التحالف في هذه اللحظة وإلى أمد بعيد. إذن نحن أمام إشكال مركب، إشكال متداخل، وما لم يضع الفرقاء أصابعهم على الجرح ويسموا الأشياء بأسمائها ويبحثوا هذه المسألة بحثا دقيقا، أنا أظن أن التترس بهذا الخطاب أن العلاقات يعني يغمرها الرضا وأنها في حالة مستقرة وأن كل ما يقال هو إشاعات، أنا أظن أن التذرع بهذا الخطاب والتترس بهذه المفردات لا يخدم القضية اليمنية ولا يخدم الأهداف الاستراتيجية التي جاء لها التحالف في الساحة اليمنية. نعم سيد عبد الله، استسمحك بالبقاء معي، أعود إلى ضيفي الآخر الدكتور عمر عبد العزيز الباحث والأكاديمي من الإمارات. دكتور، يعني إذا ما عدنا لموضوع الحديث حول مهام اللجنة، يعني ما هي قراءتك لطبيعة الوضع الجاري حاليا في عدن، يعني ورؤيتك للتغييرات التي حدثت، هل يمكن القول أنها تمثل البعد الأساسي لتشكيل هذه اللجنة اليوم؟ نعم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور عمر عبد العزيز. أعود إليك مجددا سيد عبد الله غيلان، يعني كما فهمت منك أن اللجنة يعني سيكون من أولوياتها أو من مهامها الأساسية هي يعني حل الخلاف اليمني الإماراتي وأيضا الإماراتي السعودي بدرجة ثانية، لكن باعتقادك هل فعلا هذه اللجنة ستنجح في هذه المهام على المدى القادم؟ أولا هذا ما ينبغي أن يكون، هذا ما ينبغي أن تتناوله اللجنة، القضايا المركزية، القضية الرئيسية، وهي كما أشرت الخلاف الاستراتيجي الإماراتي اليمني وانعكاساته على العلاقة الإماراتية السعودية والعلاقة اليمنية السعودية. ما لم تدلف اللجنة إلى هذه المساحات وتتعاطى مع هذه القضية المركزية، أنا أتصور سيكون عملها حرف في الماء. الآن يعني ما حظ عمل هذه اللجنة من النجاح؟ أولا هكذا إشكالات والظروف الطبيعية ينبغي أن تستوعب من قبل هيكلة التحالف. التحالف له هيكلة معينة، وهذه الهيكلة ينبغي أن تكون كفيلة باحتواء كل يعني الإفرازات والتداعيات التي قد تنجم بين حين والآخر، ولكن يبدو أن اللجوء إلى هذه الأدوات الاستثنائية لحل الإشكال، هذا يؤكد ما نقوله أن الإشكال أعمق مما نتصور وأعمق مما يعلن عنه. الآن حظ هذه اللجنة من النجاح، أنا يبدو لي أن نجاح هذه اللجنة في أعمالها يتوقف على جملة من الأمور. أول هذه الأمور أن تعترف اللجنة بأن هناك خلاف حقيقي، ويعني لا تدور في هذه الدائرة المفرغة وتزعم أنها تعالج قضايا ثانوية. الاعتراف بالمشكلة، الاعتراف بالمشكلة ويعني مواجهة هذه المشكلة، هذا واحد. اثنين، تحديد هذه المشكلة. الأمر الثالث، الطرف المعني أو أحد الأطراف المعنية بهذا الإشكال هو التجمع اليمني للإصلاح، الذي يبدو أنه في حالة إبعاد، في حالة إقصاء. ولذلك أنا أقترح حتى تستطيع اللجنة أن تحقق شيئا من النجاح في أدائها، ينبغي استدعاء هذا الطرف والاستماع إليه وإعطائه فرصة لشرح مرئياته. الإمارات هل هي محقة أو غير محقة هذه قضية أخرى، ولكن الإمارات تتخوف الآن، التخوف وضحت الصورة، يعني يدور حول مرحلة ما بعد التحرير وما بعد انكسار الحوثيين، كيف سيكون شكل الخارطة السياسية في اليمن. التجمع اليمني للإصلاح سيكون رقما صعبا ورقما فاعلا في هذه الخارطة، فعلى الإمارات أن تدرك هذا، وعلى الإصلاح أيضا أن يدرك المخاوف السعودية الإماراتية وأن يتعاطى مع الأمور بشيء من الواقعية. نعم. إذن وضحت الصورة، أشكرك الباحث والمحلل السياسي سيد عبد الله الغيلاني، كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك. الدكتور عمر عبد العزيز عاد مجددا. دكتور، يعني إذا ما عدنا للحديث حول طبيعة المهام التي ستوكل لهذه اللجنة، يعني في الوضع، إذا ما تحدثنا عن الوضع الجاري حاليا
في عدن، ما رؤيتك للتغيرات التي حدثت؟ هل يمكن القول أنها تمثل البعد الأساسي لتشكيل هذه اللجنة اليوم؟ أولا مما لا جدال فيه أن هذه اللجنة مثلها مثل كل إطار مؤسسي آخر، لأنه علينا أن نفهم أن هذه اللجنة ليست من فراغ، ليست قادمة من فراغ، هي قادمة من عملية سياسية وعملية ميدانية مركبة ومتعددة الأبعاد، وهنالك سلسلة من الملفات. كل ما في الأمر أن هذه الملفات التي كانت موجودة ستظل مستمرة، وهذه الملفات تضع جملة من الأسئلة على مختلف الفرقاء المتحالفين، أقصد هنا تحديدا التحالف العربي والشرعية اليمنية، وعلينا أن نزن الأمور بميزان ما يجمع التحالف وما يفرق التحالف، وأن نقول أن ما يجمع التحالف هو الأساس والجوهر حتى هذه اللحظة، وأن هنالك تباينات في وجهات النظر تجاه بعض المسائل ذات الطابع الإجرائي أحيانا، وذات الطابع الميداني أحيانا، وذات الطابع التكتيكي أحيانا، ولكنها في نهاية المطاف ليست مسائل استراتيجية. علينا أن نفهم أن الشرعية اليمنية تمثل كل طيوف الألوان السياسية كما نعلم جيدا، من مختلف المكونات السابقة المشرعنة وحتى غير المشرعنة على المستوى الاجتماعي، ولهذا السبب ليس هنالك من جديد فيما يتعلق بهذه المكونات ووجودها المشارك في العملية السياسية والعملية الميدانية. كل ما في الأمر أن هذا الملف بطبيعته متعدد، بطبيعته مركب، بطبيعته له أبعاد كثيرة، وهنالك اجتهادات ومقاربات متباينة بطبيعة الحل، لأن كل طرف ينظر للمسألة من زاوية معينة. ولهذا السبب كلما تمت مأسسة التشاورات وضبط التشاورات وضبط الإيقاع العام، نعم، كلما كان هنالك إمكانية لحل حالة مثل هذه الأمور التي علينا ألا تبعدنا بحال من الأحوال عن ما هو جوهري وأساسي. الجوهري والأساسي أن هنالك دولة مخطوفة، وأن هنالك انقلاب على شرعية، وأن هنالك ركل ورفس لكامل التوافقات الحكيمة التي قام بها اليمنيون أولا قبل المبادرة الخليجية، وجاءت المبادرة الخليجية تتويجا وحاضنا لهذه التوافقات. وعلينا أن نفهم أنه كان هنالك مؤتمر للحوار الوطني شارك فيه الجميع، وأن هنالك معاهدات واتفاقيات وقعت ونكث فيها الانقلابيون، وتبعا لذلك هذه المسائل بجملتها هي التي تحدد رؤيتنا ومعيارنا للمسألة. علينا أن لا ننصرف لبعض المسائل الطارئة ذات الطابع المؤقت، لأننا بما في ذلك حتى بعض المسائل المتعلقة بالمتغيرات التي تحصل، قد نختلف في هذه المتغيرات بهذا القدر أو ذاك، ولكن في نهاية المطاف لابد أن نعرف أن هنالك قضية أساسية ومركزية، وأن على الجميع ممن هم معنيون باستعادة الشرعية واستعادة الدولة في اليمن، على الجميع أن يذللوا الصعاب وأن تكون القضية الرئيسية ماثلة دائما أمام الناس. نعم، إذن وضحت الصورة دكتور عمر عبد العزيز الباحث والأكاديمي، كنت معنا من الأمارات، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، سينضم إلينا أيضا من الرياض ياسر الحسني الصحفي في رئاسة الجمهورية. سيد ياسر، مساء الخير. مساء النور، يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. اهلا بك سيد ياسر. يعني لجنة ثلاثية لرفع مستوى التنسيق وتحقيق الأهداف المشتركة، ما هي طبيعة الأعمال التنسيقية التي ستقوم بها هذه اللجنة؟ تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. أولا نود يعني التنويه أن هذا الاتفاق جاء يعني بطلب من فخامة الرئيس الجمهورية عندما التقى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة السبت الماضي، يعني اتفقوا على تشكيل هذه اللجنة، لأن هناك بعض المعوقات في الجانب العسكري وجوانب أخرى، وأثر هذا اللقاء للخروج بهذه اللجنة التي تترأسها اليمن وعضوية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، التي ستكون مهامها أعتقد 90-80% في الجانب العسكري، بما يخدم يعني المصالح والأهداف المشتركة للتحالف العربي والجمهورية اليمنية بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسة الدولة ومكافحة الجماعات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة للمدن. أنا أعتقد أنه أيضا هذه اللجنة سيكون فيها الجانب الإغاثي وجانب الإعمار. نحن نعرف جميعا أن مجلس التعاون الخليجي رفض موازنة كبيرة وضخمة، ويعني أنا أعتقد أن هذه الأموال سيتم ضخها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية لإعادة الإعمار في المحافظات المحررة،
وعودة الحياة بشكل يعني أفضل من قبل، خصوصا في عدن ومأرب وغيرها من المحافظات المهررة. نعم سيد ياسر، هناك مشكلة، البعض يتساءل عن استقلالية القرار السياسي للشرعية، هل ستعمل هذه اللجنة على دعم استقلالية القرارات الصادرة؟ أنا أعتقد أن القرار السيادي والسياسي للجمهورية اليمنية مستقل، وما جاءت عاطفة الحزم إلا لدعم الحكومة الشرعية في تثبيت يعني سيادتها ومكانتها. واليوم التحالف، فنحن الآن في حال كبيرة سيد ياسر، الوضع في عدن يدل على غير ذلك يعني. نعم الوضع في عدن يدل على غير ذلك يعني، هناك الوضع في عدن بين فترة يعني وأخرى معقد. نشهد تمرد، نشهد الوضع في عدن معقد من قبل الانقلاب، وفي الجنوب والمحافظات الجنوبية بشكل عام نحن نعرف جميعا أن هناك مظلومية مورست على المحافظات الجنوبية منذ أكثر من 21 عام، والتراكمات هذه أعتقد أنها يعني ظهرت على السطح بعد سقوط علي عبد الله صالح، وأعتقد أن هناك أيضا بعض الجماعات التي تحاول أن تصطاد في الماء العكر، ولكني أعتقد أن اليوم الشارع العدني اليوم خرج في مظاهرات ومسيرات تؤيد قرارات فخامة رئيس الجمهورية، هناك شد وجذب يعني بالتأكيد، لكن أنا أعتقد أن المواطن في المحافظات الجنوبية اليوم بات يدرك أنه لابد من يعني دعم الحكومة الشرعية ودعم الرئيس عبد الرب منصور هادي في تحقيق والأمن والاستقرار وبناء عدن. لكن تظل مشكلة أنه يعني التدخل الخارجي في القرار السياسي، إذا لم يتوقف التدخل هذا فالمشكلة ستظل يعني دائمة ومتفاقمة. يعني نأمل أن يكون لهذه اللجنة دور في هذا الجانب، ولكن تشكيل هذه اللجنة في نظر البعض سيد ياسر دليل على وجود احتقانات كبيرة داخل الشرعية وأيضا تباينات داخل التحالف، كيف تجد ذلك؟ يا عزيزي أنا أعتقد أن تشكيل هذه اللجنة هو مكسب كبير للحكومة الشرعية، حقيقة نحن في معركة كبيرة وكانت هناك معوقات كبيرة، وكان هناك يعني الأدوات الاتصال بين دول التحالف والجمهورية اليمنية كانت محدودة، وعندما يتم تشكيل لجنة رفيعة بهذا المستوى أعتقد أنها ستسهل كثير من المعوقات. نعم. وستدعم يعني خصوصا في الجانب العسكري، نحن نعرف جميعا أن الحكومة الشرعية كانت اتصالاتها محدودة مع بعض الأجهزة هنا في المملكة العربية السعودية. نعم. ومع دولة الإمارات المتحدة، لكن الآن تشكيل لجنة عليا بهذا الحجم أعتقد أنه سيسهل الكثير خصوصا في الجانب العسكري والتنسيق، نحن في معركة لابد من تنسيق كامل، إذا لم يكن هناك تنسيق كامل بين الحلفاء في استكمال تحرير ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية فأعتقد بأن النتائج لن تكون إيجابية، وتشكيل هذه اللجنة كان ضروريا، ورئيس الجمهورية عندما التقى الملك سلمان ألح على الملك على تشكيل هذه اللجنة، وأنا أعتقد اللجنة لن تتدخل في القرار السياسي بل دعم الحكومة الشرعية في الجانب العسكري والاقتصادي وغيرها من الجوانب. نعم إذن أشكرك جزيلا الصحفي ياسر الحسني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث، أشكر ضيوفي، كان معي من مسقط السيد عبد الله الغيلاني المحلل والباحث السياسي، وأيضا شكر للدكتور عمر عبد العزيز الكاتب والباحث السياسي كان معنا من الإمارات، والشكر أيضا للصحفي في رئاسة الجمهورية السيد ياسر الحسني كان معنا من الرياض. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.